حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من المرصد الحقوقي. في هذا الأسبوع من المرصد سنستعرض وإياكم أبرز الانتهاكات التي تم رصدها من قبل الراصدين الميدانيين التابعين للبرنامج، وشملت أسبوعا كامل من يوم السبت 1 ديسمبر وإلى يوم الجمعة 7 ديسمبر من هذا العام. في بداية حلقة هذا اليوم، 336 انتهاك هو إجمالي ما تم رصده، حيث مارست ميليشيا الحوثي أغلب الانتهاكات بعدد 317 انتهاك، يليها 7 انتهاكات مارستها جماعة مسلحة، وخمسة انتهاكات لم يتم التعرف فيها على الفاعل وسجلت ضد مجهول، ثم 4 انتهاكات من قبل طيران التحالف العربي، وأخيرا تأتي قوات تتبع دولة الإمارات بعدد 3 انتهاكات. ومن أبرز ما تم رصده في هذا الأسبوع هي عدد الانتهاكات الكبيرة التي وقعت في محافظة الحديدة، فقد كان نصيبها 88 انتهاكا من 28 حالة قتل و12 إصابة، وبالإضافة إلى 9 حالات قصف وتدمير لمناطق مأهولة بالسكان و31 حالة اختطاف. فيما يلي أيضا سوف نستعرض سويا تفاصيل الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأسبوع الماضي. إذن نستعرض وإياكم مشاهدينا الكرام الانتهاكات التي سجلت لهذا الأسبوع، ونبدأ بانتهاكات القتل، حيث رصد في القتل رصد من خلال هذا المرصد 41 حالة قتل موزعة على الشكل التالي: 28 حالة قتل لمواطنين قتلتهم ميليشيا الحوثي، حيث كانت هذه الحالات كالتالي: 19 حالة قتل مواطنين بقصف مناطق مأهولة بالسكان، وأيضا حالة واحدة قتل مواطن بالرصاص الحي والمباشر، بالإضافة إلى حالتين قتل برصاص قناص حوثي. وأيضا في القتل تم رصد 6 حالات قتل بالألغام أيضا ببحرية وأرضية زرعتها ميليشيا الحوثي، و4 حالات قتل صيادين بغارة خاطئة من طيران التحالف العربي على قاربهم. في أيضا رصدنا لهذا اليوم 2 حالات قتل لمواطنين قتلتهما قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، و5 حالات قتل لمواطنين لم يتم التعرف على الفاعل. الإصابات سجلت 18 حالة ونستعرض تفاصيلها: 13 حالة إصابة لمواطنين والمتسبب فيها ميليشيا الحوثي، وأيضا بيان تلك الحالات كالتالي: بداية 12 حالة إصابة كانت لمواطنين أصيبوا بقصف مناطق مأهولة بالسكان، وحالة واحدة إصابة مواطن بلغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى 5 حالات إصابة لمواطنين مدنيين في اشتباكات بين جماعة مسلحة في مدينة تعز. قصف وتدمير 11 حالة. بداية كانت 11 منطقة مأهولة بالسكان قصفت بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي، وهن كالتالي: 9 مناطق بمحافظة الحديدة، منطقة واحدة بمحافظة حجة كانت، ومنطقة واحدة بمحافظة تعز أيضا. أما تفخيخ وتفجير المباني فرصد كالتالي: 3 حالات تفخيخ وتفجير مباني، وجميعها كانت في مدينة الحديدة، وأيضا بيناهم كالتالي: فندق الكروان، منزل علي محسن، ومنارة مسجد مجمع إخوان ثابت. الاقتحامات سجلت كالتالي: حيث كانت هناك 5 حالات اقتحام لمنازل مواطنين، وأيضا قامت العديد بالاختطافات، منها كان الرصد كالتالي: الاختطافات كانت هناك 46 حالة اختطاف مارست تلك الاختطافات فاعلين رئيسيين، وهما 45 حالة اختطاف لمواطنين اختطفتهم ميليشيا الحوثي،
بالإضافة كان هناك أيضا حالة واحدة لاختطاف مواطن قامت بها قوات النخبة الحضرمية التابعة لدولة الإمارات. سجون ومحاكم، ماذا رصدت لهذا الأسبوع في السجون والمحاكم؟ حيث اعتدت قوات الأمن على المعتقلين في سجن مدينة المكلا بالرصاص الحي أثناء تنفيذهم أيضا لاعتصام سلمي داخل السجن، وأيضا للمطالبة بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة العادلة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بإصابات مختلفة. إقصاء وإحلال وظيفي، تم رصد لهذا الأسبوع 203 حالات إقصاء وتوقيف عن العمل مارستها ميليشيا الحوثي في عدد من الموظفين خلال فترة الرصد. أيضا في النهب وإتلاف أموال وممتلكات عامة وخاصة، كان هناك رصد أيضا لثماني حالات نهب وإتلاف قامت بهما ميليشيا الحوثي خلال الفترة من الرصد وبيناها كالتالي: حالة واحدة لنهب أموال خاصة، وأيضا حالتين لنهب إغاثة لخمس حالات، أو حالتين نهب إغاثة وبالإضافة إلى خمس حالات للإتلاف. أيضا صدر عن فريق الرصد الخاص بالمرصد الحقوقي كل هذه النتائج والبيانات، والتي هي أيضا من الفريق الخاص بالمرصد الحقوقي بقناة يمن شباب. إلى هنا ننتهي وإياكم من فقرة الرصد لهذا الأسبوع في أبرز ما تم رصده من قبل الفريق الراصد. نعود وإياكم بعد الفاصل لمتابعة مجريات هذه الحلقة. التحكم الحوثي بمعطيات وخدمة الإنترنت في اليمن حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانقلاب والحرب، التجسس ومراقبة الناشطين والتراسل الإلكتروني تسبب في الكثير من الكوارث على الناس، فعدد من الناشطين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات بسبب التجسس على هواتفهم وأيضا على حياتهم الخاصة، أو بسبب وشاية من قبل آخرين يجعل الحياة في غاية الخطورة وتحت المجهر. التحكم والرقابة الإلكترونية على المواطنين وجه آخر لجرائم الحوثي. تحت هذا العنوان نسعى في حلقة اليوم إلى التعرف على جرائم التجسس والمراقبة والتهكير في القانون الدولي، وكيف استطاع الحوثيين التحكم والرقابة على كل المنافذ الإلكترونية وأيضا التجسس على المواطنين، وكذلك نناقش لماذا تشن الميليشيا الحوثية حربا إلكترونية على اليمنيين، وما مدى جدوى هذا. وضيوفي في هذه الحلقة بإذن الله سيكون معنا السيد نبيل الأسيدي وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، بالإضافة سيكون معنا عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام، وأيضا رئيس منظمة صدى السيد يوسف حازب. بعد هذا التقرير نتابع وإياكم تفاصيل حلقة اليوم. لم تكتفي ميليشيات الحوثي بالحرب العسكرية ضد اليمنيين منذ سنوات والتي خلفت أعظم كارثة إنسانية، بل لجأت إلى الحرب الإلكترونية من خلال تحكمها في البنى التحتية للاتصالات والإنترنت، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق نفوذهم المجاورة لها. مجموعة ريكورد فيوتشر ذكرت في تقرير لها أن الحوثيين باتوا يتحكمون في حجب الرسائل وتنفيذ عمليات مشفرة ورقابة، في عملية تكشف مدى الخوف الذي يتملكهم من أي تحركات شعبية قد تنهي مشروعهم الطارئ على البلاد. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة فورين بوليسي أن إيران قدمت للميليشيات وسائل وأسس الحرب الإلكترونية، حيث منع الحوثي تطبيقات عديدة كواتساب وتليجرام وتويتر وفيسبوك. وحتى الآن لا يعرف المدى الذي استخدم فيه الحوثيون تكنولوجيا الرقابة، إلا أن سكان العاصمة صنعاء خائفون من مستوى الرقابة والتجسس على حياتهم.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني سبق أن كشف عبر تغريدات له عن إجبار ميليشيا الحوثي لشركات الاتصالات اليمنية على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجسس على مشتركيها، مضيفا أن مشتركين في شركات الاتصالات اشتكوا مؤخرا من أن رسائلهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة من قبل الميليشيات. الرقابة على سكان العاصمة تسببت في كثير من الكوارث على الناس، فعدد من الناشطين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات بسبب التجسس على تليفوناتهم وعلى حياتهم الخاصة أو بسبب وشاية من قبل آخرين. يعاني سكان العاصمة من رقابة شديدة ومستوى من التجسس يجعل الحياة في غاية الخطورة، وخاصة من المناوئين للجماعة. فالوشايات زادت خلال السنوات الماضية، والتجسس على البيوت والمنازل وعلى الخصوصيات زادت لأضعاف كثيرة حسب ما يتحدث عدد من الأشخاص. الحرب الإلكترونية حرب أخرى يشنها الحوثيون لينتزعوا ما تبقى من حقوق اليمنيين. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد نبيل الأسيدي وهو رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين للحديث أكثر وبشكل موسع عن هذا الموضوع. سيد نبيل، أهلا ومرحبا بك في المرصد الحقوقي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. يعني بداية، هل السيطرة على الإنترنت في اليمن لم تعد تحتاج إلى قدرات متقدمة؟ كيف استطاع الحوثيين تحديدا إلى التحكم في كل المنافذ الإلكترونية والرقابة والتجسس على المواطنين باعتقادك؟ طبعا حينما اجتاحت الميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء بدأت بالسيطرة على المؤسسات الدولة، وبدأت بشكل عام على وسائل الإعلام، يعني المؤسسات الصحفية المختلفة، وأيضا على وزارة الاتصالات وهي الوزارة المعنية بخدمات الاتصالات والإنترنت وجميع يعني وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها. طبعا كما هو معروف كان سابقا في اليمن كان هناك إشكالية بأنه شركة في اليمن ووزارة الاتصالات هي المزود الوحيد لخدمة الاتصالات وخدمة الانترنت فقط، وكان هناك إشكالية، يعني رفضوا فتح العديد من نوافذ الاتصال، وبالتالي ظلت هي المكان الوحيد لتزويد مختلف الشركات والوسائل الإعلام والمواطنين بخدمة الانترنت. وحينما سيطرت على الوزارة أصبحت كل شيء بيدها وهي المتحكمة الرئيسية في كل المنافذ الخاصة، وهو منفذ وحيد لا يأتي إلا عبر وزارة الاتصالات. نعم بالتأكيد. يعني سيد نبيل اسمح لي، أنتم كنقابة للصحفيين بالتأكيد كما تعلم هناك العديد من الجرائم التي يرتكبها الحوثيون وتحديدا الجرائم الإلكترونية، هل هناك تقرير يرصد هذه الجرائم الإلكترونية التي تمارس من قبل الحوثيين لديكم؟ هل لديك أي إحصائية حول هذه الجرائم أم ماذا؟ طبعا أول شيء فعله الحوثيون هي السيطرة على وسائل الإعلام وأيضا إيقاف الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية والعربية والدولية. النقابة رصدت ووثقت الكثير من الانتهاكات إلى الآن خلال المرحلة الماضية، تقريبا 108 موقع إخباري وصحفي محلي وعربي ودولي تم حجبهم وحتى الآن، ولم يتم فتحهم يعني وإعادة تسجيلهم أبدا، إضافة لأن في كل عام يتم إضافة العديد من المواقع الإخبارية إلى قائمة المواقع المحظورة، ولا تزال حتى الآن هناك في المشاورات طرحنا هذه القضية وأنه لابد أن يتم الإفراج عن الصحفيين والإفراج عن المواقع الإخبارية والصحفية والمواقع أيضا الإلكترونية المختلفة، إضافة لأنه هناك جيش إلكتروني لدى ميليشيات الحوثي يقوم بالإبلاغ عن مثلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا عن الصفحات من أجل حجبها، من أجل حظرها، وأيضا من أجل التشويش على الكثير من المواقع. أيضا هناك أمر آخر وهو عملية تفريخ مخيفة للمواقع الإخبارية الإلكترونية، وبالتالي هناك جيش من اللا محترفين، من اللا صحفيين، من الدخلاء على المهنة
ومن الذين يعني جعلوا الصحافة مطية للصراعات السياسية. هذا الجيش الكبير الذي الإلكتروني الذي يعده الحوثيين كان نعم يعني دعني أقف عند هذه النقطة. اسمح لي سيد نبيل، هذا الجيش الإلكتروني، هذا الجيش الدخيل كما أسميته على مهنة الصحافة، كيف أثر على حرية الصحفيين، على أيضا الحريات الإعلامية في ظل هذه الجرائم الإلكترونية التي هي تقع تحت بند أو المرتكب الأساس بها هم الحوثي؟ طبعا يعني حينما يكون هناك يعني دخل على المهنة لا يعرفون قواعد العمل الصحفي ولا أخلاقية العمل الصحفي، ولديهم أجندة سياسية واضحة وأجندة عدائية، وأيضا هذا تسبب بشكل كبير مثلا في إثارة النعرات المختلفة، أيضا في تحولت وسائل الإعلام من إلى بنادق حربية وإلى إعلام حربي. لا يوجد صحافة في صنعاء الآن حاليا، لا يوجد صحافة مستقلة ولا أهلية ولا حتى صحافة عادية، ما يوجد الآن هو إعلام حربي. هذه الكارثة سببها الدخلاء على المهنة. نعم، يعني في التقرير الذي نشرته صحيفة فورين بوليسي لاحظ الخبراء العديد من الأشياء الغريبة التي تحدث في الإنترنت في اليمن. عند فحص هذا الإنترنت تبين سيد نبيل أن حدوث عملية تعدين صغيرة لعمليات رقمية تتم تجري على بعض أجهزة الرواتر الخاصة، الراوتر تحديدا في شركة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثي. كيف تعلق على هذا التقرير؟ طبعا انت تتعاملين مع ميليشيات لا يسمها اي قوانين، لا انسانيه ولا اخلاقيه ولا دوليه، وهي بالتالي تعبث في هذا المجال لانها تعرف ان وسائل الاعلام وان الانترنت هو صوت الناس الى الخارج وصوت والوسيله الوحيده ربما المتبقيه بامكان انه يتم نقل ما يحدث في الداخل واعلام الاخرين بما يحدث، وبالتالي هم يركزون على هذه النقطة بشكل كبير، التلاعب في المعلومات وحج بها، إذا لم يستطيعوا حج بها يتم التلاعب بها أو ببث أخبار تناقضها بما يجعل المتلقي يقف عاجزا عن معرفة الحقيقة وما هي المعلومة الصحيحة. نعم، يعني كلمة التعدين الرقمي، إذا بحثنا في هذه الكلمة العديد من المشاهدين الآن ربما لا يعلم ما معنى تعدين رقمي، ماذا يقصد التقرير في هذه الكلمة؟ وأيضا هل هي باعتقادك الالتفاف على العقوبات كما حدث تحديدا أو كما فعلت كوريا الشمالية أم ماذا؟ يبدو أنه في هذا السياق الهدف الرئيسي هو التلاعب بكثير من المعلومات التي تبث، وايضا في الاحتيال على المواقع نفسها والاستضافات وغيرها من الاليات الفنيه، ربما يكون المتخصصين او الفنيين في هذا المجال اكثر خبره ودرايه في هذه النوعيه من الاليات. نعم، ربما ايران سيكون لها دور كبير في موضوع سيطره الحوثيين على شبكات الانترنت في اليمن، ام ماذا؟ ام تعتقد ليس لها اي ضلوع في ذلك؟ أعتقد أن هذه الآليات متبعة موجودة في إيران، وأيضا هناك نقطة مهمة هي حزب الله لديه هذه الآليات وبشدة، وهو أعتقد أنه يمتلك الخبرات وهو الذي نقلها إلى الحوثيين بما فيها خبرات الاتصالات. يعني ربما نقول هو التفاف على العقوبات الدولية، ضلوع إيران في ومساندة الحوثي في ذلك. نهاية ومحصلة هذا الأمر، هل سيشكل ذلك حربا جانبية ضارية في اليمن باعتقادك أم ماذا؟ نتمنى أن تتوقف الحرب. الإنسان اليمني والشعب اليمني لم يعد يحتمل هذه الحرب المدمرة التي يعني زاد فيها الضحايا وأصبحت الجراح داخل كل بيت. نتمنى أن تتوقف هذه الحرب، لكن هؤلاء اللاعبين الإقليميين ما فيهم إيران والتي لديها أهداف محددة وهي تهدف دائما إلى إطالة الحرب لأنها بعيدة ولأنها لا تهتم بالضحايا. نعم، كل الشكر لك السيد نبيل لوسيدي رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين لوجودك معنا في حلقة هذا اليوم من المرصد الحقوقي، كل الشكر لك مرة أخرى. أنتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ضيفي الآخر في حلقة هذا اليوم، وهو السيد عبد الباسط القاعدي وهو وكيل وزارة الإعلام. سيد عبد الباسط، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك وبمشاهدين قناتي من شباب الكرام. أهلا بك. يعني سيد عبد الباسط، تقرير صادر عن مؤسسة
مؤسسة ريكورد فيوتشر الأمريكية المتخصصة في أمن شبكات المعلومات، قال أن المخابرات الإيرانية ساعدت المتمردين الحوثيين في السيطرة على الفضاء الإلكتروني في الحرب الأهلية الوحشية في اليمن، مما سمح للميليشيات بقيادة مزود خدمة الإنترنت. تحدثت قبل قليل مع السيد نبيل الأسيدي رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين في ذلك، وقال بأن إيران ربما يكون لها ضلوع في ذلك الأمر. باعتقادك سيد عبد الباسط، هل من الممكن أن يكون لإيران أي ضلوع بعد هذا التقرير الصادر أم ماذا؟ طبعا جماعة الحوثي هي هذه لكل الدولة الأمنية والمعلوماتية والإعلامية، وهذا يعني قريب من سلوك حزب الله ووصول الجماعات وطبق الإيران. بالتالي الحوثيين دائما لا يعتمدوا على أجهزة الدولة الرسمية، وإنما يشوا أجهزة خاصة بهم كالأمن الوقائي ونظام الاتصال المشابهة فيما يتعلق بوزارة المعلومات وغيرها، ونظام الاتصال الآخر يعني هذه المواجهة. وأن الحوثي هو لم يدوم على رأس هرم وعلى رأس هرم الخطة التي اشتغلت عليها، وكان هناك أجهزة مواجهة لتكون مدينة في حال يعني في حال انقلاب نعم. يعني سيد عبد الباسط، بالتأكيد وزير الإعلام اليمني معمر الأيراني قال أن ميليشيا الحوثي الإيرانية حجبت كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن الإنترنت في فترة من الفترات، وأيضا ربما هناك يعني أمر معين تريد الميليشيا الحوثية إخفاؤه عن العيان تحديدا. يعني كما تعلم شبكات التواصل الاجتماعي في كل دول العالم منتشرة بشكل كبير، التواصل أي حدث يمكن رؤيته ثواني معدودة من خلال هذه الشبكات وهذه المواقع الكبيرة، لكن الحوثي أن يقوم بحجب هذه المواقع عن اليمن، باعتقادك لماذا؟ هل هناك جرائم كبيرة يتستر عليها الحوثي أم ماذا؟ بالتأكيد الحوثي يحدث هو الجريمة الأكبر داخل اليمن، يعني لا يوجد جريمة أكبر من الحوثي داخل اليمن، وبالتالي يريد الحوثي أن يمارس الهدف ويمارس جرائمه بعيدا عن الإعلام، حاول أن يبين هو نعم. اسمح لي يعني سيد عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام، أعتذر منك لرداءة الاتصال، سنعاود الاتصال بك مجددا في الوقت القادم، لكن اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي يوسف حازب وهو رئيس منظمة صدى. سيد يوسف أهلا ومرحبا بك، ونتحدث تحديدا عن أزمة الاتصالات والإنترنت في اليمن وتحديدا تدخل الحوثي بهذه المشكلة. وبالتأكيد تحدثت قبل قليل عن شركة ريكورد فيوتشر أنها قالت بأن هناك تقرير صدر ويثبت ضلوع الحوثي في ذلك، وأيضا إيران تدخلها بانقطاع الإنترنت وحجبه عن بعض اليمنيين. يعني باعتقادك إذا تحدثت، هل ربما يكون هناك يد خفية أو ربما يكون هناك تصورات للحرب في اليمن من خلال ذلك أم ماذا؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي. أهلا بك. إشارة حرب بالتأكيد، والحرب تأتي على كافة الأصعدة ومنها الحرب الإلكترونية التي تجري حاليا. فعلا الحوثي يستخدم هذه الحرب ويخوضها منذ عدة أشهر، وتوغل فيها بقوة خلال هذه الشهرين الماضيين. لاحظنا تقارير تصدر عن أن الحوثي يقوم بمراقبة الإنترنت بشكل واسع وكبير،
حصلت عمليات اختراق وقرصنة لمواقع إلكترونية وصفحات فيسبوك بشكل كبير جدا، وهو على عكس ما كان بالسابق. كانت هناك كان الجميع يعني يستخدم صفحاته مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، مواقع الإلكترونية دون أن يتم قرصنتها. هناك قرصنة كبيرة جدا، وهنا وهذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من جانب الشرعية ومن جانب نعم بالتأكيد. يعني سيد يوسف اسمح لي، لكن تدخل الحوثيين في البنية التحتية للإنترنت في صنعاء وأيضا في عموم اليمن بالتأكيد هناك تشكل ذلك مخاطر على العديد من تبعات حدثت لذلك الأمر، منها يعني تقييد حرية الناس وأيضا التعبير، حرية الرأي، وأيضا المواطنين كان هناك بعضهم عليهم خطر بفعل هذه القيود بسبب المراقبة والتجسس كما تعلم. تمام. يعني تمام. بالتأكيد هناك كانت يعني نتائج وردود فعل حول هذه هذا التحكم والسيطرة من قبل الحوثي، لكن أنتم كمنظمة، منظمة صدى، بالتأكيد كان هناك لكم تقرير أيضا بالتأكيد يعني استهجان لهذا الأمر ورصد لما حدث من جرائم إلكترونية بفعل الحوثي. بالطبع بالطبع بالطبع، كان هناك خلال الثلاث الأعوام ما يقرب خلال ثلاثة الأعوام والنصف التي مضت ما يقرب من 97 موقع إلكتروني تم قرصنته. وأما وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم قرصنتها الصفحات الناشطين، فهذه بعيدة عن الرصد لأنها كثيرة جدا، لكن ما تم رصده منها محدود، أقصد أن ما تم رصده منها محدود جدا. الحوثيون يستخدمون المرشحات لحجب المواقع الإلكترونية ناهيك عن قرصنتها. الخطورة الآن امتدت إلى قرصنة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والبرمجيات المختلفة من خلال استخدام الإنترنت والمرشحات الإنترنت يمنت التي يسيطر عليها الحوثيون. الحوثيون يستخدمون كل شيء، كما يستخدمون القضاء، يستخدمون الإنترنت، يستخدموا سلاح الدولة، استخدموا كل شيء ضد الشعب اليمني. يعني من خلال رصد هذه الانتهاكات، من خلال تقاريركم بالتأكيد التي صدرت منكم كمنظمة، بالتأكيد هناك كانت مخاطر على بعض الأشخاص والمواطنين بفعل هذه الانتهاكات الإلكترونية سأسميها. ما تعليقك على ذلك؟ ما هي هذه الانتهاكات؟ ما هي هذه الأخطار التي يواجهها المواطن اليمني في ظل هذا الانتهاك؟ اولا من خلال وهو جزء من القرصنة، يقوم الحوثيون بالضغط على اصحاب الصفحات الناشطين، اصحاب الصفحات الناشطه في وسائل التواصل الاجتماعي، وياخذون الباسورد تبعهم والايميلات، ثم يفتشون الرسائل وغيرها، ثم يقومون بملاحقه متابعة الأشخاص الذين تواصلوا بهم أو لهم بهم اتصال. نعم. ومن خلال القرصنة أيضا يقومون بهذه الطريقة، يقرصنون الصفحات. وكان صديق لي أيضا تم قرصنة صفحته، أخبرني أنه أن من قرصن صفحته ظل في صفحته دون علمه، يعني ظل يستخدم صفحته ويراقبها من داخلها دون علمه لمدة شهر ونصف. نعم، هل وثقت المنظمة، اسمح لي سيد يوسف، هل وثقت المنظمة فعلا تجارب مع أشخاص حقيقيين؟ كان هناك تواصل من قبل المنظمة معهم، معرفة ما حدث معهم من قبل هذه الحرب الإلكترونية؟ نعم نعم، على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي هذه أحد الحالات التي وثقناها، تبين أن المقرصن ظل في الصفحة. نعم. لمدة شهر ونصف وهو يستخدمها دون علم صاحبها، ثم بعد شهر ونصف استخدمها وغير الباسورد ووصل الى الايميل الخاص بالصفحه. وهنا ندعو جميع الناشطين ومستخدمي ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي الى التنبه والى تغيير كلمات الباسورد والايميلات بحيث تكون ايميلات خاصه بالصفحات. نعم، كاجراءات حمايه ووقايه، لكن نعم يعني من نعم خلال تواصلكم سيد يوسف مع بعض الاشخاص الذين تم انتهاك مواقع التواصل الاجتماعي لديهم أو الملفات الشخصية لديهم على شبكات الإنترنت، ما هي أبرز الجرائم التي تعرضوا لها؟ يعني ماذا يبحث الحوثي؟ عن ماذا يتجسس تحديدا؟
هم يستخدمون حتى الاحتيال. كان من ضمن الحركة التي تم رصدها من قبلنا أنهم استخدموا بعض الصفحات للاحتيال وجلب الأموال. يتواصلون مع أصدقائهم الذين يبدأون بفرزهم، يبدأون بفرز الأصدقاء والمقربين من هؤلاء أصحاب الصفحات. نعم. يتواصلون معهم من صفحة الشخص نفسه، ثم يطلبوا منهم أموالا استدانة أو غيرها، ويجلبون الأموال بأسماء آخرين. يعني يرسل مبلغ مالي معين إلى شخص يقول له أرسل لي باسم فلان الفلاني. نعم، يعني المنظمات الدولية بالتأكيد كان لها دور كبير في حرب اليمن، اهتمت بالعديد من الجوانب، لكن الحرب الإلكترونية لم نستمع من قبل أن هناك منظمة دولية اهتمت بهذا الجانب، هل لديك أي اطلاع بذلك؟ هو فعلا طبعا للأسف الشديد ما تزال المنظمات الدولية تكيل بمكيالين وتلعب نفس على موال الأمم المتحدة، كما يدل المبعوث الأممي والأمم المتحدة تدل الحوثي، ما تزال المنظمات الدولية تدلل هذا الجانب وتلعب معه على نفس منوال المبعوث الأممي. فكل شيء يأتي من صنعاء، وكل الدعم يأتي إلى صنعاء وعبر من الحديدة الذي ترفض الأمم المتحدة أن يتم تحريره وإعادته إلى الشرعية. نعم، باعتقادك سيد يوسف قبل يعني أن نختم هذا اللقاء، هل من الممكن أن يكون هناك شركات يمنية تتشارك مع الحوثي أو تقدم تسهيلات للحوثي ليتمكن من التجسس أو ليتمكن من السيطرة على شبكات الإنترنت في اليمن، في عموم اليمن؟ يعني ذكرت قبل قليل بالتقرير أن إيران كان لها ضلوع ربما في ذلك بحسب التقرير الدولي الذي نشر، لكن باليمن كشركات اتصالات، كشركات محلية ربما كانت مساعد للحوثي. نعم طبعا للأسف الشديد المركز الإعلامي للقوات المسلحة تم اختراق صفحاته في التويتر والفيسبوك قبل أيام واليوتيوب، وكان مرتبط هذا الحساب برقم شخص معين. تبين أن الحوثيون قاموا بتغيير يعني بقطع شريحة بدل فاقد أو شريحة أخرى من بنفس الرقم واستخدامه، وتم الدخول إلى إيميلات المركز الإعلامي للقوات المسلحة وصفحاته واختراقه. وهل تبين من شارك الحوثي بتلك الجريمة؟ يعني هل كان هناك شركات يمنية أو يعني مجموعات من داخل اليمن؟ الرقم هو يتبع شركة محلية، شركة اتصالات محلية، رقم هاتف يتبع شركة اتصالات محلية، لكن لا نستطيع أن نقول أنها متعاونة، لأن أي شيء تحت سلطة الحوثي يستطيع الحوثي أن يسلب، أن ينهب، أن يقتل، أن يصنع ما يشاء، لكن هذا سيتبين من خلال تحقيقات تجريها القوات المسلحة كون هذا الموضوع يخصها. نعم، في ظل هذه الثورة أسميها أنا الإلكترونية وأيضا ثورة السوشيال ميديا بشكل عام، يعني هل باعتقادك إن بقي الانقطاع مستمر وطال في اليمن بفعل الحوثي، هل ستمتد جرائم الحوثي أم ماذا؟ من فضلك لم أسمع السؤال. يعني في ظل هذه الثورة التكنولوجية وثورة مواقع التواصل الاجتماعي التي تغزو جميع العالم، وفي فعل قيام الحوثي بقطع هذه المواقع وحجبها عن بعض أو عن اليمن عموما دعنا نقول، يعني هل سيستمر وهل سيمتد في جرائم الحوثي؟ الحوثي بلا شك، الحوثي أنا أتوقع أن مشكلة لن تفتح كثيرا. الحوثي ماض في منهجه، وهو يرى أن الدولة هذه يجب أن يحكمها هو وأن تعود إليه كونه الحاكم بإذن الله والوريث الشرعي للإمامة التي انتفض ضدها الشعب اليمني. وجرائم الحوثي بكاملها يعني ليس هناك أكثر من جريمة قتل القتل وتفجير المنازل وغيرها. نعم. فالحوثي سيقدم على أي جريمة يراه، هو لم يرى أي عمل يقوم به جريمة، ولذلك سيواصل جرائمه بحق الشعب اليمني، وعلى الشعب اليمني أن يكف بقوة للانتصار لذاته
لكيانه. نعم، أنت كرئيس منظمة صدى سيد يوسف حازم، قبل أن أختم معك، ما هي الرسالة التي تود إيصالها من خلال هذا المنبر؟ فيما يخص الجانب الإلكتروني، أنا أدعو الجميع إلى توثيق واستخدام أدوات الحماية يعني اللازمة لحماية الصفحات الإلكترونية، لحماية المواقع الإلكترونية، المواقع الإخبارية. وأيضا أنا أدعو جانب الشرعية إلى استخدام برمجيات تمكن من حماية هذا الجانب وعدم تعريضه للقراصنة وللقرصنة من قبل الميليشيات الإنقلابية. كما أدعو أحرار العالم، وهو وبالمناسبة كان يوم أمس اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أدعو أحرار العالم إلى الالتفات لقضية الصحفيين اليمنيين الذين تركهم وخذلهم الجميع أربع سنوات، ما يقرب من أربع سنوات، والصحفي اليمني ما يزال في سجون ميليشيات الحوثي، يعاني الأمرين، يعذب بعيدا عن أهلي، لا نعلم ما هو وضعه الصحي. أدعو أحرار العالم وأدعو الأمم المتحدة وأدعو أمين العام والمبعوث الأممي إلى اليمن أن يتعامل مع قضية الصحفيين اليمنيين على أنها قضية إنسانية وليس طريقة سياسية للتفاوض. طبعا هذا ما أريد أن يصل نعم، أنا أتمنى ونحن نتمنى جميعا سيد يوسف حازم أن تصل هذه الرسالة لجميع المنظمات الدولية العالمية للوقوف مع اليمن في هذه الحرب لتقييد حرية الصحفيين وأيضا حرية التعبير وحرية الرأي من خلال إيقاف المواقع الإلكترونية وأيضا شبكات الإنترنت في عموم اليمن. كل الشكر لرئيس منظمة صدى سيد يوسف حازم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل مع رئيس منظمة صدى إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج المرصد الحقوقي. وبالتأكيد كانت حلقة هذا اليوم عن مشكلة الإنترنت وأيضا سيطرة الحوثي على شبكات الإنترنت في عموم اليمن. كل الشكر لضيوف الكرام في هذه الحلقة، وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. إلى أن نلقاكم بحلقة الأسبوع القادم، في أمان الله.